أهلين. الله يرضى عليك. ولك أبي، لك أبي شو صاير عليكم؟ لا عصام، أبي أنا كم مرة أقول لك وقت أنا باخذ الشنطاي بطلع من الدكان، هات عند مني واحد مرضان بعيد برا الشام. بعرف يا أبي بعرف، بس أنت ما قلت لي وين رايح. بسيطة، يلا صح بيدك يا أبي. وأنت لساتك هون لك أبي؟ رايح أبي رايح. يلا أبي روح على شغلك، روح يلا ورايح افتح روح الدكان. روح روح أبي روح روح. الله يرضى عليكم. يلا روح روح. مهونة يا أبي مهونة. روحوا سووا قهوة يا بنات. يلا أبي يلا. هيك بتعمل فينا ابن عمي. خفتي علي لك سهرة؟ والله كنت رح اوقع من طولي من غليان قلبي وخوفي عليك. عيني شرعان بيك. إن شاء الله عدوني. يلا تعالي تعالي شباب تعالي. يلا أبي هاتوا القهوة هاتوا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.